معلش بقى، ما انا عايز اعرف يعني فين الرجوله بتاع الفرقه؟ فين اللعيبه؟ احنا بنلعب قدام تسعه، وايه الاحترام المبالغ في امه ده؟ يعني بدل ما تدور على الخامس والسادس والسابع وتعمل حفله وترجع شويه ثقه من الثقه اللي ضايعه بقى لها خمس ست سنين، بسم الله ما شاء الله اللعيبه بتاعتنا بتمشي كوره تحس ان سلحفه، ده مش رتم فريق، والله ده ما رتم فريق اخر 10 دقايق، ده رتم سلاحف. وسبحان الله يعني الحارس بتاع السودان الراجل لابس خمس تجوان عادي، فالسادس اللي هو قفلت على كده مش حد سنه السادس. يعني كارلوس كيروش بادئ المباراه بيعتمد على فكره ان هو عايز يجيب اكبر عدد ممكن من الاهداف عشان يجي ماتش الجزائر يلعب على التعادل، يلعب على التعادل فالجزائر هتفتح خطوطها فيلعب مرتدات، ده المتاح ليك. انما تروح تلعب مباراه مفتوحه وجيم مفتوح قدام الجزائر هتزعل، هتزعل قوي والله، هتزعل قوي. والمشكله انك لو اتغلبت هتلعب المغرب فهتزعل اكتر. فانت كان فرصتك ان انت ربنا يكرمك وتعمل نتيجه ايجابيه تعدي الخمس اهداف، لان انت جايب جون الماتش اللي فات والجزائر جايب اربعه في السودان وجايب اتنين النهارده قدام لبنان، يبقى انت بقى مفترض ربنا يكرمك وتكسب سته. لا انا جاي اكسب خمسه ومش هسجل السادس، وايه؟ السودان ساعدتك، يعني السودان مطرود منها اتنين وانت بسم الله ما شاء الله. لا نهدى يا جماعه، نهدى الريتم، نهدى الريتم، نهدى الريتم، اللي هو ايه؟ ايه؟ في ايه؟ وفي الاخر يطلع لي واحد زي رضا عبد العال يقول لك ايه؟ كارلوس كيروش ده مدرب عيال، كارلوس كيروش ده بيبي، كارلوس يا اخي بطلوا ام هاري بقى، دي مجموعه لعيبه حاجه زي الزفت، دي مجموعه لعيبه ممله، دي مجموعه لعيبه دمها بارد ما عندهاش حميه على ام التيشيرت اللي لابساه. المشكله في اللعيبه، المشكله مش في مدير فني، المشكله في اللعيبه، المشكله في اللعيبه. المشكلة كسبان 5-0 بس المشكلة عندي في اللعيبة، كسبان 5-0 بس الماتشين الجايين هم اللي هيطلعوني من البطولة، هلاعب فرقة مرشحة لبطولة الجزائر وفرقة برضه مرشحة للبطولة المغرب، لو كسبت الجزائر ودي حاجة أنا مستبعدها جدا لأن صعب جدا المجموعة الحالية بتاع منتخب مصر تقدر تكسب منتخب الجزائر حتى لو فرقة ثالثة أو فرقة رابعة، والموضوع ملوش علاقة بتبديل ولا له علاقة بأي حاجة، له علاقة إن إحنا لعيبتنا مش رجالة، وله علاقة إن لعيبتنا فردياتهم قليلة، وله علاقة إن لعيبتنا شخصياتهم قليلة، فأنت كان مفترض إنك تكسب النهاردة سبعة علشان خاطر ربنا يكرمك الماتش الجاي وتلعب على التعادل. ربنا يعني ربنا وفقك وكان في ظروف انك تطلع كسبان سبعه فعلا، بس انت لا يا باشا احنا قاعدين والحمد لله ان هي جت على كده. انا مش عارف اطلع اقول لك ايه، يعني انا احترمت كروش لما حط عمر كمال عبد واحد باك يمين، الراجل خلاص قرر ان هو هيطير الباكات، وايمن اشرف لعيب خط النص ما كانتش فكره فاشله قوي، ايمن اشرف بالعكس لعبها كويس جدا. مش عارف انا الناس اللي قاعده تصيد للراجل، بدل ما انت بتصيد للراجل قسما بالله لو فكرت شويه في اللي اللعيبه بتعمله جوه الملعب ده لا تفهم ان المشكله مش في الراجل ولا المشكله في المدرب خالص. اوعى تصدق كلام الهبد اللي هيتقال لك بعد الماتش ان مصر منتخب قوي ومصر منتخب كبير ومصر مخوفه ومش مهم. كل الكلام ده هبد وكل الكلام ده شويه عارف. كسبان خمسه بس انا مش راضي لان انا كان مفترض ان انا اكسب سته واكسب سبعه. والله يعني الظروف بتاع الماتش اللي سمحت لي بكده، ولاعيبه منتخب السودان كانت سامحه لي بكده، حارس مرمى سيء وخط دفاع سيء، بس انا خط هجومي بيتدلع وعندي لعيب نازل من على الدكه لسه مقتنع ان هو سافل زي ما كان بيقول احمد عفيفي ويلم هو من الملعب كله. الوضع الوضع والله العظيم متعب، الوضع متعب حتى في الماتشات اللي احنا بنكسب فيها. يلا انهم مكتوبه لهم ان يخرجوا بفضيحه قدام الجزائر والمغرب، يلا. ان عجبك الفيديو اعمل لايك، وان ما عجبكش فزي ال 90 دقيقه اللي انت قعدت تتفرج عليهم ومستني الهدف السادس وفي الاخر الرجاله قال لك كفايه خمسه.